الأمور طيبة يعني. فين ناوي تصلي مثلا التراويح؟ والله في، أنا أصلي مسجد جنب بيتي، صوته حلو والله كويس. صحيح صحيح، أنا كمان نفس الحكاية جنب البيت. والله يديني أصلي عشان الدوام. شباب هذا عدنان ولا أنا غلطان؟ حركة من متى الكلام هذا؟ ست ساعات الحمد لله في اليوم. سلام ورحمة الله. هلا هلا الشيخ، هلا أمورك؟ إيش أخبارك؟ إيش الحركات الحلوة؟ سيارة جديدة، حركات موديل وألوان، لازم يعني لزوم الغياب الحمد لله. طيب أعطينا خبر شيء. نديكم خبر بعدين، حبينا نسوي مفاجأة والله. والله مفاجأة بس تستاهل، تستاهل والله. يسلمك يا رب، الله يخليك. شفت الجزائر؟ والله مباراة. عدنان، وش هاي سيارة اخوك اللي قلت لي عليها؟ خلاص مشيت انت كمان. عدنان ما ينفع تكذب كذا، ما ينفع تكذب عليهم، قول الصراحة. خلاص قد مشيت يا شباب، خلاص بعدين افهم، بعدين افهم. عدنان ما ينفع تكذب. افهم. ايوه وشفت المباراة كيف؟ مذموم عند كل العقلاء. انكرته جميع الفطر والاعراف، واجمعت على تحريمه كل الشرائع والاديان، فهو اعظم الخيانات. ورأس كل خطيئة وجماع كل شر ومفتاح النفاق. أقصر الطرق إلى النار، فبه يحرم العبد رحمة وهداية، ويؤول أمره كله إلى دمار، ويضاعف له عذابا، ويكتب عند الله كذابا. الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه مع العلم به. وأنواع الكذب ثلاثة: كذب في الأقوال، وكذب في الأفعال، وكذب في نوايا الأقوال أو الأفعال. أما كذب الأقوال فذلك بأن يخبر بخلاف الصدق والواقع، وأعظمها الكذب على الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والتحليل والتحريم حسب الأهواء. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا. والكذب على الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على المؤمن كقول الزور، وهي من أكبر الكبائر. بل والكذب في المزاح لإضحاك الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. بل قال الرسول الكريم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أما كذب الأفعال ففعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم يحدث، وقد يكون أكثر تأثيرا من كذب الأقوال. وخير مثال ما حكاه الله لنا من فعل إخوة يوسف: وجاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء كاذبا، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وبذلك جمعوا بين كذب الأقوال وكذب الأفعال. أما الكذب في النيات فهو ما يقصد به غير الله. وخير مثال عليه حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، وهم قتيل معركة وعالم ومنفق. يدعي كل واحد منهم أنه فعل ذلك لوجه الله تعالى، فيقال الأول: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل. وللثاني: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. وللثالث: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد وقد قيل. سئل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا،
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبذلك لا يجتمع إيمان وكذب، فالكذب يهدي إلى الفجور. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عندما يكذب الإنسان فإنه يظهر بشخصية مستعارة تتناقض مع شخصيته الحقيقية، وبذلك يعاني من تناقض وسلوك مزدوج، ويتورط في مواقف ثم يضطر للتمادي في الكذب لتلافي الافتضاح. ومن هنا يقوده الكذب إلى الفجور، ويقوده الفجور إلى النار. ولكن أين موقع الصدق والكذب في الدماغ؟ في عام 1999 في جامعة ستانفورد استطاع البروفيسور دانيال لانغليبن أن يقدم دراسة تفيد أن عملية الكذب تتم في أعلى ومقدمة الدماغ، ويعتبر هذا المركز رئيسياً للتركيز والتفكير والذاكرة، وهو أيضاً المسؤول عن تكوين شخصية الفرد. وجاءت الأبحاث الحديثة باستخدام جهاز المسح المغناطيسي الوظيفي لتؤكد أنه عندما يكذب الإنسان فإن المنطقة الأمامية من دماغه تنشط بشكل مفاجئ، وبذلك استطاعوا أن يكشفوا الكذب بدقة تتعدى 90%. ماذا يحدث للإنسان إذا أصيبت مقدمة الدماغ أو الناصية؟ يفقد الإنسان مبادرة والتمييز، ويعاني من تناقص في القدرات العقلية وهبوط في المعايير الأخلاقية. هذه المنطقة هي الناصية التي ذكرها القرآن قبل أكثر من 1400 سنة. الناصية مركز القيادة والتوجيه عند الإنسان، والقرآن أول كتاب يتحدث عن علاقة هذه المنطقة من الدماغ بالكذب. قال تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. السفع هنا هو القبض، وقد وصف سبحانه الناصية في سياق هذه الآية بالكذب والخطأ، وصفا لصاحبها لا وصفا لها، الذي كذب إصرارا وتولى كبرا. وقد وجد أن هذه المنطقة في مقدمة الرأس هي بمثابة البوصلة الأخلاقية للإنسان. في دراسة بجامعة توبينغن بألمانيا استطاع الباحثون إعاقة عمل هذه المنطقة مؤقتا باستخدام تيار كهربائي موجه، فوجدوا أن الإنسان بدون هذه المنطقة أو بحدوث خلل فيها يسهل عليه الكذب دون أي إحساس بالذنب. وقد حاول العلماء والباحثون على مدى 100 عام اختراع جهاز دقيق لكشف الكذب، ولكنهم فشلوا بسبب عدم معرفتهم للآلية التي يعمل الكذب عليها. فأجهزة كشف الكذب التقليدية والتي تعتمد على قياس سرعة نبضات القلب وكمية التعرق في اليدين والوجه لا تتعدى كفاءتها 60%، ولكن بعد تجارب مضنية وصلوا لأفضل 3 طرق لكشف الكذب. الأولى المغناطيسية باستخدام جهاز المسح المغناطيسي الوظيفي والتركيز على منطقة الفص الأمامي وهي الناصية. أما الثانية فتغييرات سريعة جدا في تقاسيم الوجه أثناء الكذب لا تدركها العين البشرية، ولكن يمكن كشفها بشكل واضح بتقنية التصوير السريع ثم إبطاء الصورة. أما الطريقة الثالثة لكشف الكذب فهي سمعية، بتسجيل صوت الإنسان في اللحظة التي يكذب فيها، حيث وجد أن الترددات الصوتية الصادرة عن الإنسان أثناء الكذب تتغير، وكأن للصدق موجات ولحنا خاصا به كما للكذب موجات ولحنا خاصا به.
أليس هذا ما ذكره القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 سنة في قوله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وكيفية كشف كذبهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أي أن الله لو شاء لجعل نبيه يرى كذب هؤلاء من خلال سمات وتعبيرات وجوههم ولحن قولهم أي نبرات صوتهم. وفي هذا إشارة واضحة لإمكانية كشف الكذب من خلال الوجه والصوت تماما كما أكد العلم الحديث. يؤكد باحثون بمستشفى مايو كلينيك أن الإنسان عندما يكذب يزيد تدفق الدم في وجهه خاصة حول عينيه، مما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة حول العينين بشكل طفيف جدا، ويمكن التقاط هذا التغيير بواسطة جهاز كشف الكذب. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه إعجاز الكتاب العظيم. وعلماء الغرب يؤكدون أن ما يكتشفونه اليوم لم يكن لأحد علم به من قبل. ولكن ما الذي يحدث لدماغ الإنسان أثناء الكذب؟ استطاع العلماء بمساعدة المسح المغناطيسي الوظيفي للدماغ إثبات أن الصدق لا يكلف الدماغ جهدا، فإن الصادق يتذكر الذي حدث بكل بساطة، لكن الكذب يتطلب طاقة كبيرة ويستنزف الخلايا العصبية. ذلك لأن على الكاذب أن يتذكر ما يعمل على إخفائه، وعليه كذلك أن يؤلف رواية مخالفة للواقع، وكذلك عليه أن يقدم أداء مقنعا من أجل أن يبيع كذبته. وبناء على خبيرة الكذب باميلا ماير، فإن الإنسان الذي اعتاد الكذب يكذب بمعدل 10 مرات إلى 200 مرة في اليوم الواحد. وفي دراسة حديثة صدرت عام 2014 من جامعة تورونتو بيّنت أن البالغين يشعرون بالمكافأة عند قول الصدق أكثر من قولهم الكذب، وهذا يدل على أن الإنسان خلق بقيمة إيجابية داخلية لقول الصدق. إن الجهد الكبير والطاقة المهدرة والاستنزاف المستمر الذي أودعه الله عملية قول الكذب ضرب الله لها مثلا في كتابه لكل من يكذب بآياته، فقال سبحانه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. حقا سبحانك إنه مثل وقصص يدعو الباحث عن الحق أن يتفكر، ولا يسعه إلا أن يؤمن. إن كل ما شرعه الله وأقر به جعل فيه فوائد جسدية وعقلية وروحية كمكافأة آنية ليجني من امتثل بها حياة طيبة صحية، تأكيدا لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الكذب يحرم الإنسان نعمة الهداية. قال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والكذب يؤدي إلى الطرد من رحمة الله. قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو من أكبر الخيانات. قال الرسول الكريم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. والكذب يمحق البركات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويبحقا بركة بيعهما. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة. ويقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه لئن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وقيل
الصادق هو الذي يصدق في موقف لا ينجيه فيه إلا الكذب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ربه قائلا: ناصيتي بيدك. وقد علم الذي لا ينطق عن الهوى دور الناصية في الإنسان في الوعي والإدراك والتوجيه واتخاذ القرارات. فإذا أردت أن تسلم لك ناصيتك وأن يأخذ الله بها إلى صراط مستقيم، فاتق الله فيها وكن من الصادقين.